السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جديد في قناتكم وصفات حنان مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير اللوز إيفيلي أو لا رقائق اللوز بطريقة بسيطة وسهلة جدا، يعني وكتكون أحسن من الجاهز، لأن كيكون هكا حبات كيكونوا صينين، وكذلك يعني ما كيكونش هكا مفرتت، وكذلك من بعض المناطق اللي ما تتواجدش فيهم لوز إيفيلي. فاليوم إن شاء الله نعطيكم الطريقة باش تحضروها في المنازل ديالكم، وان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها. غادي نحتاجو كميه من اللوز. انا هنايا خديت كاس من اللوز، يعني بالنسبه للكميه ديرو اي كميه بغيتو، يعني اي يعني قياس اللي بغيتو تحضروه. كنوضعوه في شي اناء ديال الزاج اولا ديال اينوكس، المهم ما ديروش بلاستيك. وغادي نوضعو ليه ماء غليان مزيان، نغطيو اللوز بالماء. صافي، وغادي نغطيوه لمده ديال 4 سوايع او حتى الليله كامله باش هكا يرطب اللوز وتسهل انه تحيد ليه القشره. من بعد ما دازت 4 سوايع كما كتشوفوا هي كتحيد ديك القشره الفوقانيه. فصافي غادي نصفيه من الماء وغادي نفسخ اللوز بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد القشره يعني ما غاديش نلوحوها، غادي نيبسوها ونطحنوها، نستعملوها في الوصفات التجميليه، يعني في الكوماج او لا في لي ماسك ديال الوجه، فكتعطي واحد النضاره كذلك للوجه. فمن احسن انكم يعني ما تلوحوش، استعملوه في وصفات تجميليه. صافي كنستعمل نفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه ديال اللوز. من بعد كناخد شي موس يكون ماضي وغادي نبداو نقطعو بهذا الشكل. ناخدو لوزة ما بين ثلاثة اصابع وغادي نبداو نقشرو بحال هكا، يعني ناخدو يعني تقريبا واحد الحبة كتخرج لينا سبعة ديال الاوراق من اللوز بهذا الشكل. يعني اللوز كيكون مرطب وكيسهل انه نقطعوه بهذا الشكل. نتمنى الفيديو انه يكون واضح لكم. اختاروا شي موس يكون ماضي مزيان باش كيسهل انكم تقشروا، يعني كيبغي شويه الخاطر والصبر، فعطيوه وقته باش تحصلوا على نتيجه اللي تكون ناجحه ورائعه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه ديال اللوز. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، فكتخرج كميه اللي هي كثيره. من بعد كناخذ الصينيه ديال الفرن وكنوضع اللوز بهذا الشكل وكندخلوه للفران على حراره اللي تكون مهيله بزاف، وكنحركوها حتى ينشف اللوز، يعني ما تغفلوش عليه لا يتحمر لكم، فقط نحركوه هكا والحراره تكون مهيله بزاف حتى تحصلوا عليه ناشف تماما. كيفاش كنعرفوا انه ناشف؟ كناخذوا حبه بحال هكا وكنكسروها بانت، يعني كتكون مقرمشه ويعني وكارمه، راه صافي اللوز ديالكم راه واجد. كنخليوه حتى كيبرد تماما وكنحتفظوا به في شي قريعه اولا في شي بلاصه فاش كيسهل لنا اننا نستعملوه في وصفات. فهاد الطريقه كتكون زوينه وناجحه لكن كتبغي شويه الخاطر والصبر، لكن النتيجه كتكون رائعه جدا واحسن من اللي كنشريوه، لان كيكون جديد وهكا كيكونوا حبات باينين يعني كما كتشوفوا. وبكمية قليلة من اللوز كنحضرو كمية اللي هي كبيرة من اللوز إيفيلي وبأقل ثمن، وكذلك كيكون اللوز المذاق ديالو رائع جدا وجديد. نتمنى الفيديو ديال اليوم إلى إعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهدة.